بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم. النهاردة وإحنا في استاد المنصورة يسعدني أن ألتقي بكابتن أحمد هلال حكمنا الدولي القدير اللي برحب به وبقوله شرفتنا يا كابتن. أهلا وسهلا بيك برجالة الشباب والرياضة المحترمين. أنا هسألك يا كابتن أحمد النهاردة عن منتخب مصر موضوع الساحة. لقاء منتخب مصر مع منتخب السنغال يوم الجمعة القادم إن شاء الله. أنت شايف المباراة إزاي يا كابتن أحمد بعيون الكابتن أحمد بلال الحكم الدولي القدير؟ والله يا يعني إحنا نحلم إن شاء الله إن إحنا نروح كأس العالم. طبعًا المباراة يعني إيه صعبة مش سهلة. ماتش صعب وإن شاء الله رجالة مصر قادرين ان هم يخلصوا المباراه عندنا في القاهره ان شاء الله وسط جمهورنا ونروح ان شاء الله السنغال واحنا يعني مش هقول مستريحين لان مفيش راحه انما يعني هنكون مستريحين نسبيا ان احنا نعدي اللقاء ان شاء الله وده عاوز اصرار من اللعيبه ويحطوا قدامهم يعني اسم مصر قدامهم كل واحد من لعيبه المنتخب يحط اسم مصر قدامهم ان شاء الله هنعدي وهنكسب المباراة ونروح كاس العالم ان شاء الله. علشان نروح السنغال يا كابتن احمد نكسب كام في القاهره؟ والله انا بقول عشان انت بتلعب خصم ماهوش سهل. انا رايي كراجل في الكوره انا بقول 2-0 ان شاء الله نقدر نروح هناك نعمل نتيجه برضه كويسه ونعدي المباراه ان شاء الله ونروح كاس العالم باذن الله. الدعم كل الدعم يا كابتن احمد من كل مؤسسات الدوله والجماهير الشعب المصري كله في ظهر المنتخب. انا شايف والله انا شايف الدكتور اشرف صبحي ووكلاء الوزاره في المحافظات والدنيا كلها مع منتخب مصر. مفيش حاجه مفيش حد بيتكلم الا عن لقاء الساعه زي ما حضرتك قلت. ليه بس ايه يعني تعقيب صغير كده بالنسبه لحكم المباراه. انا بقول للعيبه منتخب مصر وناشدهم ان هم يلتزموا ومحدش يخرج عن حتى لو الوقت عدى مفيش مشكله. الالتزام والانصياغ لقرارات الحكام دي هتخلينا احنا مستريحين عشان اللي عنده انذارين ما ياخدش انذار ما يلعبش مباراة تانية. دي مهمه جدا. يعني مهمه جدا يعني بتقول ان الحكم حكم واللاعب لاعب ويجب على المدير الفني او كابتن ديال السيد والناس الموجودين معاه يعني يبقى في محاضره للعيبه عن التحكيم. لازم يعني احنا برضه عندنا الثقافه دي. ليه؟ لان دي بتعدينا حاجات كتير. ممكن ننزل لعيب يطرد اول ماتش دلوقتي لازم مفيش اعتراض على قرارات الحكم مهما كان لان هو كلمته مفيش فيها قرار ان شاء الله نفوز منتخب مصر باذن الله ونروح كاس العالم ونهني بعضنا كلنا بمناسبه حلول شهر رمضان المعظم اعد الله علينا وعلى الامه الاسلاميه يا رب بالخير والبركه ان شاء الله. تقول ايه لجماهير منتخب مصر اللي 65,000 تذكره في استاد القاهره كومبليت ولو استاد القاهره بياخد 200,000 كان هيتملى. تقول ايه للجماهير اللي راحوا كلها بره؟ انا بقول لهم مفيش يعني ايه لا بديل عن تشجيع الفريق بالروح اللي احنا واخدين عليها بتاع 2006 و2008 و2010. ده هو ده الجمهور المصري وهو ده الجمهور المصري والعائلات اللي بتروح للملعب. هم دول الجمهور. لازم نشجع بطريقه ان احنا نرهب الفريق اللي قدامنا بالتشجيع. الجمهور عليه عامل كبير يا كابتن احمد. طبعا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفوز لمصر باذن الله. ان شاء الله كابتن احمد الفوز لمصر وبعد المكسب في السنغال هاجي اسجل معاك لقاء ان شاء الله. احنا شرفنا الاستاذ سامح السامح المحترم يعني اشوفك كده ان شاء الله مديرا حبيبك اداره المنصوره. لا اداره المنصوره محمد تزعل مني. لا اشوفك اشوفك الاستاذ محمد. هو الاستاذ محمد يعني ده في تعاقب اجيال. طب ما احنا طلعنا اهوت معاه اللي بيطلع